دي هنا برضه الصالة بتاع بادمنتون. صالة مغلقة. الرياضة دي هنا شعبية في الصين بصورة ما طبيعية. هي كرة الريشة دي بادمنتون. هنا بيلعبوا اتنين اتنين، وهنا بيلعبوا مفرد في الصعيد ده. هي برضو منطقة الملاعب لكن باعتبارها صالة مغلقة. برضو بتبقى صالة كرة سلة. لاحظ في الجانب الخلفي فيها ملعب بتاع سلة. هنا هنا عبارة عن ملعب كبير لكرة السلة برضو. إذا في منافسات بتتعمل هنا في الصالة اللي هنا المقصورة. المقصورة على مناطق المشجعين فيها شاشة كبيرة هناك بتاعت عرض. في اي محل يلعبوا بادمنتون. طبعا ممكن تلاقي في اي محل في الشارع قدام البيت قدام اي حته.